اولا نرحب بالمشاهدين والمستمعين الاعزاء في حوار مع الدكتور كمال الهلباوي، حوار طال انتظاره كثيرا واشتقنا اليه كثيرا واشتقنا لرؤيه الدكتور كمال الهلباوي كثيرا. يعني يا فندم، نحب نبدا حوارنا اليوم في عندنا شقين نحاول ان نتحدث فيهما. الشق الاول وهو الدستور المصري وما فيه من انغام كثيره هي السبب فيما نحن فيه الان من صراعات بين القوى الاسلاميه والثوريه، وايضا بين القوى الاسلاميه، كل يدافع عن وجهه نظره وكل يرى انه على حق والاخر على باطل، لا يوجد قناه حوار بين الطرفين. بدايه النقاط التي فيها الغام في الدستور، حضرتك هل ترى نقاط معينه ام نحدد نقطه ونناقشها سويا؟ بسم الله والحمد لله، اولا اشكركم على هذا الحوار. ثانيا، انه ازمه مصر الحاليه ليست ازمه دستور فقط، انما انا ظني ان الازمه هي ازمه ثقه في الاخر. انتقلت من عدم الثقه او الثقه المحدوده جدا الى ما يشبه التعصب للراي وربما كراهية الآخر، ودي المشكلة. حتى لو كان الدستور ده 100% سليم، لكن مش كل الناس حتى يعني وافقت على كلام الله سبحانه وتعالى. أنا أستطيع أن ننكر أن في الدستور أيضا مشاكل كثيرة جدا، أنا ما أنكرتش. حتى الجماعات الإسلامية أيضا اعترفت بهذه انا ما انكرتش، انا بعمل لك مقدمه، انما الدستور فيه بلاوي. تمام، نبدا حضرتك تبدا باول بلوى، مثلا الماده الثانيه في الدستور وهي الخاصه بالشريعه الاسلاميه وما ذكر فيها من مبادئ. انا هقول لك مثلا، تفضل. ادي النسخه من الدستور اللي جايه من الجمعيه التاسيسيه، تمام، عشان ما حدش يقول دي نسخه مزوره في السوق. تعالى في الدباجة والخطاب يقرأ من عنوانه كما يقولون، والبعرة تدل على البعير، ها، وعلى والخطوة تدل على المسير. الدباجة أول سطر بيقول هذا هو دستورنا، هذا جميل جدا، وثيقة ثورة 25 من يناير. مش ممكن ان الجمعيه التاسيسيه اجتمعت عشان تضع وثيقه ثوره 25 من هنا على الاطلاق، ولا هم مؤهلين لهذا وحدهم، انما اللي يضع وثيقه 25 يناير الثوار اللي اعدوا للثوره والاهالي الذين استشهدوا في الثوره والمصابين ومن قبله بلاء حسنا في هذه الثوره. لكن كيف يعني هؤلاء اسمعني بس يعني ده استهلال استهلال غير صحيح، ومش ممكن ابدا يكون ده فات كده ببساطه على الاستاذ هشام حسام الغرياني او الاعضاء المحترمين الموجودين. انت ازاي تزعم شيئا ليس لك؟ كيف تزعم أيها القاضي شيئا ليس لك؟ تعال إلى المواد الأخرى قبل المادة الثانية. المادة الأولى جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سياسة، جميل أو موحدة، برضو جميل، لا تقبل التجزئة. لماذا هذه الإضافة؟ السودان ايضا كانت لا تقبل التجزئه وتجزأت، يعني ان لم يكن اهل مصر حارسون عليها وعلى وحدتها ممكن تتجزأ للاسف الشديد. انت ليه تكتب كده؟ ما هو الوازع؟ اثنين، الماده الثانيه ماده جميله ومحترمه ومذكوره في الدساتير السابقه، مبادئ الشريعه الاسلاميه، اسلام دين ودوله، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتاريخ، جميل جدا. إنما لو جيت للمادة 219 المادة التفسيرية المادة التفسيرية
مادة غير واضحة، مطاطة وفضفاضة وغامضة، ولا يمكن أن يتفق عليها الإسلاميون فيما بينهم على التفاصيل. بتقول مبادئ الشريعة الإسلامية، بتفسر بقى مادة 2 تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. أولا مصادر معتبرة عند مذهب غير معتبرة عند مذهب آخر، وكما أن القواعد الأصولية الكلية زي لا ضرر ولا ضرار، زي 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 مثلا العرف من مصادر التشريع، هنختلف في الأعراف وهنختلف حوالين زي ما بيقول عبد الرحمن يوسف، بيقول هنختلف حوالين الموالد والأفراح وحفلات السبوع. يعني هل هذه المادة تمثل تعصبا دينيا أو تعصبا تجاه مذهب من المذاهب ضد الآخر؟ لا، هي إضافة، هي إضافة غير صحيحة وليست في مكانها الصحيح. تكون هذه الإضافة مقصودة تقصد هذه المذهب على مذهب واحد هم يريدون تطبيقه؟ لا، تكلمين على مذاهب أهل السنة، في مذاهب أهل السنة والجماعة، ومذاهب أهل السنة والجماعة أربعة، اللي هو المذهب الإمام أبو حنيفة الأحناف، ومذهب الإمام مالك المالكية، ومذهب الإمام الشافعي الشافعية، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل حنابلة، أربعة. ومختلفين في حاجات كتير، مختلفين في الصلاة، ومختلفين في الحج، ومختلفين في الزكاة، ومختلفين في أشياء كثيرة جدا. لكن يا فندم لو كنت بيختلفوا في الصيام، يعني المادة عمرك شفتهم متفقين في الصيام إلا قليلا؟ المادة متى يبدأ ومتى ينتهي؟ المادة 131 عند تقول عند حل مجلس النواب ينفرد مجلس الشورى باختصاص وتشريعية مشتركة، وتعرض القوانين التي يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب فور العقاب لتقييم ما يراه شأنها. وعند غياب مجلسين إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى بحسب الأحوال خلال 15 يوم من تاريخ انعقادها. إذا لم تعرض هذه القرارات زال بأخر رجع ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتمادها نفاذا على الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب عليها من آثار بوجه آخر. المادة دي يا فندم، هل ترى أنها ما هي الاختلافات الدستورية في القانون؟ 131 تفضل. يعني الاختلافات على رقم المادة 131 هل ترى أنها تكرر لدولة غير دستورية أو غير قائمة على القانون؟ يعني بيقولوا في اللي بيدافعوا عن مشروع الدستور، بيقولوا منه سلطات رئيس الجمهورية قليلة، ولكن السلطات اللي جت تحت سلطات رئيس الجمهورية قليلة، إنما بتقول إليه سلطات في المواد الأخرى أكتر من 20 مادة. فدي من المواد وعند غياب المجلسين. إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا لها قوة القانون، بيحل محل كل الدولة. إذا هو السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضائية والتنفيذية والقضائية. أيوه نعم، أيوه. يعني إذا قلنا عن المواد رقم 48 و49 و51 والخاصة بالصحافة، المادة 48 و49 و51 أيوه، هذه المواد الخاصة بالصحافة وإنشاء الأحزاب، هل هذه المواد صنعت خصيصا لجعل الاحزاب القادمه كلها احزاب دينيه تقوم على الدين، احزاب دينيه؟ مش ممكن في بلد حتى ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما فيش اجراءات تخلي الناس كلها تقوم على اساس الدين. انما يعني الصحفيين زعلانين لانه ما خدوش حقوقهم هنا بالكامل، و حتى رافعين دعوة أظن على رئيس مجلس الصحافة، رئيس المجلس على الممدوح الولي أن هو نقيب الصحافيين، لأنه
اشترك بدون موافقتهم او ما الى ذلك. يعني هي الماده تقول للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهليه والاحزاب مجرد اختيار، وتمارس نشاطها بحريه وتكون لها الشخصيه الاعتباريه، ولا يجوز للسلطات حلها او حل الهيئات الاداريه الا بحكم القضايا. طيب ما ده 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 ده, ده كويس قوي انه ان يكون في حكم قضائي في هذا الامر، وان كان في حته ثانيه هنا اهو يعني انت ممكن حريه اصدار الصحف وتملكها بجميع انواعها مكفوله بمجرد الاختيار وللمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامه والمواكب والتظاهرات السلميه غير حاملين سلاح، ويكون ذلك بناء على اختيار ينظمه القانون. هنا انت ايدت حريه التظاهر. هذا كلام جميل اذا كانت السلطه اللي بتديك الاختيار او انت بتكلمها ممكن يتم بالهاتف. يعني انا في بريطانيا وانا مسلم وفي دولة يعني غير إسلامية بالمعنى إنما دولة ديمقراطية، كنت بطلب الشرطة وأنا رئيس الرابطة الإسلامية أو بعدها الشرطة في شرطة مخصوصة لهذا، يا سيرجنت يا فلان أنا اسمي كذا وعنواني كذا وسأذهب إلى المكان الفلاني وعدد المتظاهرين معي كذا والموقف من الساعة كذا إلى الساعة كذا وشكرا. ها؟ أو موافقة. مكتوبة. إنما موافقة شفوية. لا 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 خلاص لو في هناك خطورة معينة هم بينبهوني عليه حفاظا على نفسي أنا وليس تعويقا للمظاهرة. هل ممكن نضمن إن ده يبقى في مصر؟ هي أيضا نرجع للنقطة التي أثيرت وهي نقطة الشك في الآخر. او عدم الثقه في الطرف الاخر، فكل طرف من الطرفين الموجودين على الساحه الان يحاول ان يشكك في مدى مصداقيه وعود الاخر وتطبيقه على ارض الواقع. من الممكن يا فندم ان نقول يعني ان هذا راجع الى سلوك جماعه الاخوان المسلمين في الفتره الاخيره منذ توليهم السلطه، فلم يعني يتم تنفيذ اي وعود من الوعود التي وعدوا بها وخصوصا الرئيس محمد مرسي قبل او بعد الرئيس. ينبغي ان نوجه ال 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 احكام الى مرسي. تمام. بديع مش قاعد في قصر الرئاسه. المرشد اللي قاعد في قصر الرئاسه مرشد. تمام. اعتبر ان حزب الحريه والعداله ووراه الاخوان المسلمين هم اللي بيحكموا، انما مين المسؤول قدامي اللي الناس صوتت عليه؟ هو الدكتور مرشد. تمام. فاحنا نترك موضوع الاخوان جانبا عشان ما تختلطش الامور. مرسي قدامي مسؤول. تمام. مسؤولية كاملة عما يحدث في هذا الوطن. إذا كان هناك بلطجي أو مجرم أو فوليول بيعمل مؤامرة زي ما صرحوا بذلك أنا لا يهمني هذا التصريح، إنما اللي يهمني إن في معلومات دقيقة تحال إلى النائب العام ويتم التحقيق فيها بشفافية وبإطلاع الشعب على هذا الأمر. تمام. الشعب لا يقبل منك يا مرسي ولا من غيرك ان يتهم اخر دون دليل. يعني اذا تركنا الدستور ونحيناه جانبا واتخذنا سبيل الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي، هل ترى ان هذا الاعلان دستوري في حق الرئيس محمد مرسي له الحق ان يصدره؟ هو من حق الرئيس لان عنده السلطه التشريعيه يعمل اي شيء. تمام. انما ليس من العقل ولا من الحكمه ان انا اصدر مثل هذا الاعلان بجزئين، الجزء اللي ممكن يوافق عليه الشعب ويحبه لانه في صالح الشعب، والجزء الذي يعطيه للرئيس سلطه مطلقه ولم يقبل به الشعب.